أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن جهود المحافظات في مواجهة مخالفات البناء والتقنين للجادين في ضوء تكليفات رئيس الوزراء. يا ترى وصلت لفين ومدى الاستجابة إيه من المواطنين في تقنين أوضاعهم طبقا للقانون؟ وإيه الحالات اللي بيتم تقنينها وحجمها قد إيه؟ كل ده هطرحه على ضيفي عبر الأقمار الصناعية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط. سعادة المحافظ مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ سهام، وجزيل الشكر لسيادتك وللسادة المشاهدين، وتحت أمرك، تفضلي. أهلا بيك يا سيادة المحافظ، لكن الأول خلينا نتابع هذا الفيديو جراف ونرجع نبدأ حوارنا مع حضرتك. سيادة المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مرة تانية أهلا بحضرتك. وقولي في البداية، شايف إزاي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة التصدي لظاهرة مخالفات البناء وتكراره لتلك الرسائل أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة؟ طيب أستاذة ريهام، جزيل الشكر لحضرتك، ويعني خلينا في الأول ندعو الله سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا وشعبنا، ويا رب ينعم علينا دايما بالامن والاستقرار والخير الدائم باذن الله تعالى. حضرتك يمكن لو هنتكلم في موضوعين، موضوع التقنين وموضوع التصالح. التقنين طبعا احنا الدوله بدات فيه من 3-4 سنين، التصالح من سنه 2019 وممتد ل 2020 حتى الان. المشاكل والصعوبات و معوقات كتيرة امتدت لسنوات طويلة، حضرتك عارفينها تماما، الشعب المصري يعيها تماما. فخامة رئيس الجمهورية تصدى لهذه المشاكل، هذه المعوقات، هذه التحديات اللي كانت ممتدة لسنوات طويلة بإن احنا نقننها. التقنين والتصالح ده لصالح ولخير المواطن المصري وللدولة. حضرتك بنقنن وبنعمل تصالح مع مخالفات البناء حاليا. التقنين كان شغال بمنظومة شغالة من فترة، اللي موجود حاليا على أرض الواقع هناك إقبال من المواطنين على التصالح. الحمد لله تعالى محافظة أسيوط النسبة عالية جدا. لما تنزل الشارع وتسأل الناس، في ارتياحية شديدة جدا لدى الرأي العام مع أهلينا في كل المحافظات على فكرة، وأهلينا في أسيوط، إن هم موضوع كان مخالف للقانون، موضوع كان بيعمل لهم نوع من القلق، فإذا بالتالي الدولة فتحت ذراعيها وأصدرت قوانين علشان يعني الناس تبقى في نوع من الارتياحية. التقنين حضرتك بيعني إن حضرتك بتقنن الأرض اللي تم الاستيلاء عليها، وهي أرض ملك الدولة بالزراعة أو سواء بجزء من المباني عليها، وفي نفس الوقت برضه التصالح ده خاص بمخالفات البناء. فخامة الرئيس ربنا يحفظه في اللي بيعمله لبلدنا، ويمكن الصورة بتعبر عن أي شيء، الإنجازات في كافة المجالات. ويمكن حضرتك أشرت الجزئية بسيطة، مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية الكريمة لحياة كريمة. حضرتك اتفرجي بتعمل إيه عندنا في القرى، عندنا 60 قرية استفادت في المرحلة الأولى، عندنا 90 قرية بإذن الله تعالى هتستفاد في المرحلة الثانية. إنجازات غير عادية، غير مسبوقة. فيعني يا رب بإذن الله تعالى دايما خير لبلدنا. تفضلي تحت أمرك. طيب كلمنا عن خطورة ظاهرة البناء المخالف يا سيادة المحافظ. ليه هذا الأمر هو أمر خطر أو أمر مضر يعني بأراضي الدولة؟ طيب حضرتك، قانون التصالح استهدف مخالفات البناء. قانون التصالح حدد إجراءات وأوضاع محددة للتصالح.
يعني وعلى فكرة هناك مسؤولية لدى الأجهزة التنفيذية في تطبيق قانون التصالح. ليه؟ المسؤولية الأولى ودي الأهم هي التوعية، التوعية لدى المواطنين بأهمية قانون التصالح، بالاستفادة اللي هتعود عليهم من خلال قانون التصالح. والحاجة الثانية هي تسهيل الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، وفي نفس الوقت برضو الإسراع من هذه المنظومة عشان المواطن ينعم بهذا الموضوع. التصالح استهدف البناء المخالف. حضرتك على مدار سنوات طويلة تم تشييد عقارات كثيرة بالمخالفة للقوانين، بمخالفة لقانون البناء، ودون أي تراخيص ودون أي تصريح من الجهات التنفيذية. فبالتالي الدولة قالت أهلا وسهلا، إحنا أصدرنا قانون التصالح، تعالوا قننوا هذه المخالفات. فبالتالي هو لصالح المواطن. حضرتك لو اتكلمتي طب إيه اللي بيتم طب في التصالح، هل إيه يعني المواطن يعني إيه اللي هيعود عليه؟ يعني حضرتك لما إحنا عندنا منطقة فيها عمارات وفيها عقارات وبتاع كلام من ده، إدخال المرافق ليها، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، شبكات الأعمدة الكهرباء، المية، الغاز، المرافق دي كلها هو بيخش له وبتخش له بطريقة قانونية سليمة. قد تكون داخلة في بعض العقارات بأسلوب ما اللي هو مثلا قد يكون قانوني، زي مثلا العداد الكودي، زي التوصيلات المحاسبة اللي بتتم من خلال مثلا الشركات، أو بطريقة غير قانونية. لا، هو من خلال التصالح جميع المرافق هتخش له أو هتدخل للعقار بطريقة قانونية. هذا الموضوع خير للمواطن، خير لبلدنا. في الآخر هيعود على المواطنين، وفي نفس الوقت برضو حضرتك أنت بعد التصالح ممكن لو أنت بانية دور دورين ممكن تعملي بعد كده أعلى من كده في ظل القيود والارتفاعات المقررة قانونا في المنطقة. إذن التصالح خير للمواطن، خير للمواطن. يبقى يا سيادة المحافظ، يبقى خلينا نقول ان البناء المخالف بيؤثر بالسلب على المرافق وعلى الخدمات العامة، مية، صرف، كهرباء، تليفونات وغيرها من المرافق، ولا ايه؟ يا أستاذة يعني لما يبقى في المرافق اللي بتتعمل دي مثلا، وليكن هدي لحضرتك منظومة صرف صحي. منظومة صرف صحي لما بتبقى معمولة هي بتغطي كتلة سكنية او منطقة سكنية محددة. اي بعد كده تكتل سكني يطلع تاني وبيدخل على هذه المنظومه فهو بيؤثر عليها سلبا زي ما حضرتك اشرتي، لان هو بيعمل لها نوع من التدمير، سواء بقى بالصرف الصحي، سواء للميه، سواء للغاز، سواء الحاجات دي كلها. فاذا بالتالي الالتزام بالقوانين في موضوع البناء موضوع مهم جدا جدا، علشان انت حتى كمواطن تستفيد من هذه المرافق وتستفيد بيها بطريقه قانونيه وفيها نوع من الارتياحيه بالنسبه لك. الهد مثل برضو تاني حضرتك، المباني العشوائية دي اللي بتتم هي بتتم بعيدا عن الأجهزة المعنية والأجهزة المختصة في الدولة. فبالتالي هي بتبنى بعيدا تماما عن أي شيء فيه نوع من الأمن والأمان للمنشأة في حد ذاتها، للمبنى ذات نفسه. يعني وليكن لو لقدر لو حصل حريقة أو حصل حاجة زي كده، فبعد إذن حضرتك الحماية المدنية عشان تصل لهذه المباني فيها مشاكل، الإسعاف حتى عشان يصل فيها مشاكل، لأن أصلا بيبقى الطرق ما فيهاش نوع من التخطيط العمراني. لازم نلتزم بالقوانين لأن ده هيبقى لصالحنا ولصالح بلدنا. ممتاز. طب خلينا نروح مع حضرتك لأكاذيب الجماعة الإرهابية حول مخالفات البناء، اللي يعني هذه الجماعة وأذرعها الإعلامية في الفترة الأخيرة بدأوا يتكلموا ويثيروا شائعات ويفبركوا أخبار لا أساس لها من الصحة. شايف هذه الشائعات إزاي؟ وشايف توقيتها كمان، اختيار التوقيت إزاي يا فندم؟ يا سيرة الفاضلة، هو الـ 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 الصورة بتعبر، الإنجازات بتعبر عن الواقع. حضرتك اتفرجي على الإنجازات اللي بتتم في كافة المحافظات في كافة القطاعات، وهتكلم على مثال بسيط موجود عندنا في أسيوط. احنا حضرتك لو بنتكلم مثلا في مجال الطرق، بنعمل محور جنبنا هنا في ديروط، حضرتك بتتكلمي في 1.5 مليار، 2 مليار جنيه مصري. محور تاني بدأ العمل فيه تنفيذيا بالفعل وبتاع كلام من ده في جنبنا هنا في بوتيج، واخد بال حضرتك، بتتكلمي في 2 مليار جنيه.
حضرتك اتفرجي على الطرق، اتفرجي على المدن اللي بتبنى، عندنا مدينة ناصر، يعني حضرتك انت بتتكلمي في انجازات. المحطات الصرف اللي تم انشائها وباذن الله خلال الفتره القادمه اللي جايه هتفتتح باذن الله تعالى، حياه كريمه اللي حضرتك اشرت عليها والملايين اللي بتنفق، يعني اعتقد الصوره بتعبر عن كل شيء. احنا بقى يعني خلينا نشتغل وخلينا نبقى خلف القياده السياسيه لبلدنا، خلف رئيسنا وزعيمنا، ربنا يوفقه يا رب بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. طيب خلينا نشوف بعد إذنك سيادة المحافظ، تشوف معانا كمان التقرير اللي أعده زملائنا في موقع اليوم السابع عن توفير الدولة لفرص عمل من خلال إنشاء مصانع لسكان حي الأسمرات. خلينا نتابع. المصنع ابتدى في شهر 12، بدأنا ان احنا ناخد العمال من الاسمرات ندربهم على انهم يبقوا مجهزين ومؤهلين ان هم يصدروا منتج للملابس الجاهزة. طبعا ابتدينا في اول الامر بوحدة، النهاردة الحمد لله احنا عندنا 3 وحدات. احنا اصرينا على موضوع ان احنا المشروع يتعمل جوه الاسمرات عشان يبقى للاسمرات. احنا كان نفسنا في المعيشة دي من زمان، بقالي 3 سنين في الاسمرات والموضوع فرق معايا في كل حاجة، في المعيشة، في المصاريف، في كل حاجة، يعني الصراحة متوفرة كل حاجة جميلة الصراحة. فهنا طبعا فرصتي احلى بكتير. انا جاية من حي الخليفة تبع منطقة عين الحياة، كنت بضطر ان انا عشان منطقه عشوائيه ان انا ما اخرجش من بعد الساعه المغرب. دلوقتي انا عادي بنسهر انا وعيالي براحتنا في النادي، بره النادي، في الاسمرات نفسها. لا هي ما كانتش في حاجه متوفره، كنا بنخاف جدا، يعني مجرد الليل ما يليل علينا كنا بنخاف ان احنا نطلع او نخش او العيل يخرج من بره الباب، عشان خاطر كان في حشرات، كان في قرافه جنب مننا، كنا يعني بنخاف من كل حاجة الصراحة. أصبحوا النهاردة ما شاء الله بإذن يعني بفضل الله عندنا دلوقتي أكثر من 160 عامل في ال3 وحدات الإنتاجية دول. ال 160 عامل دول في منهم أكثر من 120-130 فرد بيقعدوا على مكن بيعملوا منتج بيتصدر لكل دول أوروبا. نشتغل مع كبريات الماركات العالمية. الأول إحنا كنا قاعدين على جبل، ما كانش فيه مية، ما كانش فيه نور، ما كانش فيه نظافة، ما كانش فيه أي حاجة غير كل حاجة يعني جبل ومطالع بتاع. إحنا جينا هنا نظافة، مية، نور، غاز. طبعا خدنا الشقة مفروشة ونظيفة وحلوة، عيالي ذات نفسهم لقوا ينادي يروحوا فيه. أنا كنت بخاف أصلا أنزل أطلع من بيتي بعد العشاء، الحقيقة دي حقيقة. لا أنا دلوقتي مثلا لو في حاجة وطلعت أنا عارفة إن في أمن واقف لي، أنا آسف الظباط واقف لي هنا في نقطة جوه كده، يعني أنا حاسة إن أنا بالأمان. يعني حتى لو في حد حب يعمل أي حاجة بلطجة أو أي حاجة، لا أنا عارفة إن حدوده فين. أهالي الأسمرات ناس طيبين، محتاجين هم فرص عمل قريبة من سكنهم، قابلين عندهم القدرة على التعلم واكتساب المهارة، وفيهم ناس كتيرة دلوقتي ما شاء الله صناعية كويسين جدا. وجود فرص عمل للناس ديت بتساهم في طفرة التصدير لإيجاد عملة صعبة، وفرت عليا أنا كان في بعض الحالات كنت بضطر ألجأ لعمالة أجنبية زي البنجلاديش والسريلانكيين والكلام دوت، كانوا بياخدوا مني بالعملة الصعبة، بياخد مرتبه بالدولار. أنا وفرت دولار للدولة، دخلت دولار للدولة، فالفايدة هنا مزدوجة يعني. مرة تانية بنرجع لحياتك سيادة المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهلا بيك مرة تانية. وقولي شايف إزاي جهود الدولة في توفير بيئة حياة كريمة للمواطن، مش بس سكن ولكن كمان فرص عمل مثلا في حي الأسمرات زي ما احنا شفنا. يا أستاذة الفاضلة، ده اللي بيتم فعلا على أرض الواقع. ويمكن أنا بقول لحضرتك هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على توفير
كل فرص العمل المتاحة للناس وللمواطنين، مش كمان سكن بس زي ما حضرتك أشرت في التقرير السابق. الكلام ده على فكرة بيتم على مستوى المحافظات، وهدي لحضرتك مثل أمس إحنا هنا في محافظة أسيوط كنا بصدد توزيع إفران بتشتغل بالغاز، إفران يعني حجمها ضخم كويس، تستخدم في كل ما تتخيليه، في الخبز، في عمل الفطاير، في عمل الحلويات، في عمل اللحوم. احنا بنوزع الكلام ده على الناس بالمساعدة دون اي مقابل تماما، وعلشان بيعملوا لكل واحد منهم مشروع، وبنديله معاهم ممكن شوالين دقيق، نديهم حاجات كده يعني، على اساس المشاريع الصغيرة او المتناهية الصغر دي بيقدروا من خلال ارادتهم من غير عزيمتهم ان هم يكبروها وينموها. حاجة تانية يمكن انا ضربت مثلا بامس بس امبارح، انما الاسبوع اللي فات كان هناك مجال مختلف، كان توزيع مكنات خياطة، وكان توزيع مكنات خاصة بالتطريز، ومكنات خاصة بالكوي. كل دي مشاريع خلاف بقى مشاريع اخرى كتيرة احنا بنستهدف بيها الناس والاسر، مش تأهيل المنزل فقط لغير، أو الطرق أو إنشاء الوحدات الصحية والمدارس وما ذلك. الموضوع ده مهم جدا جدا، إحنا شغالين فيه، المحافظات كلها شغالة فيه، ويمكن زي ما أشرت حضرتك في التقرير يمكن في حي الإسمارات فهناك فرص عمل موجودة بجانب اللي بتوفره الدولة، هناك فرص أخرى إحنا من خلال التضامن، من خلال مؤسسات المجتمع المدني، من خلال الجمعيات بيتم تدريب وتأهيل كل الفئات أيا كان الفئة العمرية أيا كان، على أساس أن يتعمل لهم مشاريع بعد كده، وبنساعدهم في أن احنا بنوفر لهم هذا الكلام. طيب اسمحينا سيادة المحافظ برضو نشوف محافظة حياة كريمة على فكرة من ضمن حياة كريمة على فكرة يا أستاذة من ضمن الأهداف بتاعتها هو هدف اقتصادي. هدف اقتصادي لأن الملايين اللي بتصرف في حياة كريمة فبتتم من خلال المقاولين اللي موجودين في نفس المنطقة، في نفس القرية، في نفس المدينة، نفس الوقت برضو العمالة اللي بتشتغل في حياة كريمة هي نفس برضو العمارة اللي موجودة في نفس المنطقة، في نفس القرية تحديدا يعني. ممتاز. طيب اسمحينا سيادة المحافظ نشوف برضو مع حضرتك ومع السادة المشاهدين هذا الفيديو اللي بيورينا كنا فين ووصلنا فين فيما يخص تطوير المناطق العشوائية. نشوف. خمسين في المية من مساحتك يا مصر عشوائيات، وتتكلموا على العدالة الاجتماعية ويصوروه في التلفزيون ويقول لك شايف المناطق اللي شايف مصر فين الحكومة؟ توصف العشوائيات في مصر هي تعد مفرخة للأمية والجهل والفقر. احنا كلنا معاك وهنغير لك ده، مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. بيعايرونا بفقرنا بس والله لا يليق بنا ان احنا نعيش الا ما نحل المسائل دي ونخليها تليق بمصر وبالمصريين. سيادة المحافظ سؤالنا الاخير، شايف ازاي التحول اللي حصل على سبيل المثال لسكان الاسمرات الدويقه سابقا وبشير الخير غيط العنب سابقا؟ يا استاذه ريهام، نقله حضاريه حضرتك، الصورة برضو بتعبر عن الواقع اللي موجود. حضرتك شوف الفرق ما بين الصورة القديمة والصورة الجديدة. اللي بيتم في مصر حضرتك دلوقتي ده إنجاز ما حصلش. فخامة رئيس الجمهورية بيقتحم ملفات وبيعالج سلبيات ومشاكل وحاجات كتيرة جدا على مدار سنوات طويلة، خلي بال حضرتك لازم نعالجها، لأن احنا وصلنا للحظة لازم المواجهة فيها. أنا هدي مثل بسيط بس يا أستاذة، إحنا هنا في محافظة أسيوط وإحنا محافظة متوسطة في تعداد السكان، لما نقول مثلا يعني إحنا بنتكلم في 4.7 مليون نسمة، إحنا بنستهلك 17 مليون رغيف يوميا، 17 مليون رغيف، عايزين دقيق وعايزين قمح، منين؟
منين لو هيحصل تعدي على الأرض الزراعية بالبنى وبالبنى المخالف. يا أستاذة يعني إحنا لازم نرجع لأن مصر كانت السلة الأمن الغذائي للعالم كله. الأرض الزراعية دي أرضنا كلنا. أكيد. لازم نحافظ عليها. دولة فتحة أبوابها وفتحة كل أجهزتها علشان نقنن ونتصالح في هذه الأمور. بالتأكيد. بالوضع والقوي اللي وصلت ليه قانون الاستطالة. بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شرفتنا ونورتنا على شاشة إكسترا نيوز وبرنامج الموجهة. شكرا لحضرتك وإن شاء الله يبقى لنا لقاءات أخرى.